دلوقتي هنروح نشوف برضو الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي ولكن عن طريق مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الدرندلي: مباراة الوصل مهمة ولدينا ثقة كاملة في تحقيق الفوز. يلا كورة يوسف: هجوم الوصل أهم ما يميزه ونلعب على هدف واحد. الشروق: أزارو ينضم اليوم لبعثة الأهلي في الإمارات. اليوم السابع: الأهلي يؤكد جاهزية حسام عاشور لمباراة الوصل في الإمارات. دوت مصر: كارتيرون للاعبي الأهلي ابذلوا أقصى جهد للفوز على الوصل. الوفد: الليلة الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الوصل في البطولة العربية. فيتو: تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الوصل الإماراتي. البوابة: الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة الوصل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: كارتيرون يتحدث عن مواجهة الوصل في مؤتمر صحفي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: مبروك تألق ناشئ الأهلي، نتاج عمل منظومة بأكملها.